وكان جايب التعيين. يا جماعه نادي الزمالك ده نادي كبير، وبعدين انا بقول اهو تاني، ادي الساعه دي اهي ساعه، والله ساعتي، والله ساعتي. انا ما عنديش اول مصحف، ما عنديش، هيبقى جه هيجي لك قريب او النبي يعني في اقرب زياره لتركيا هيجي لك. طيب ماشي، ايه على كتفك. كان عنده بعد نظر في اختياره لحكام اجانب. هو فعلا كان عنده بعد فعلا نظر. عنده بعد نظر رائع من اول الموسم لما قال هيكلف، قال لك مهما كلف ولا حكم مصري حكم المباراة، نصرف كتير على طيارات خاصة، أجانب مرة من أوروبا ومرة من أفريقيا ومرة من شمال أفريقيا. فعلا عنده رؤية، وانت دلوقتي ماشي على الصح. الشهر اللي فات الأهلي لعب حوالي 10 ماتشات مثلا، خسر من أفريقيا مرتين وتعادل مرة ومرتين وكسب كل المباريات المحلية، ولا نقطة راحت، ولا نقطة، في الوقت اللي انت خسرت الزمالك مش أقل من 6 نقط في الفترة دي. خلاص الزمالك بيكسب بره بمجهوده، بترو اتلكو ده ولا مش كسب في انجولا؟ في لواندا جوه. تمام، انت اتغلبت من فريق جزائر هناك، ومش عارف اتغلب من فريق تاني كان بيلعبه برضه هناك. تمام، عشان ما كانش في حكام كده، فهل جمهور الاهلي يفرح، تفرح ان فريقها بياخد بطولات بالطريقه دي؟ انا بكلم الجيل الجديد، سيبك من الجيل القديم، خلاص الجيل القديم يعني خلاص تعود على الكلام ده كله. انا بتكلم على الجيل الجديد، انت تفرح انت شاب كده في وسط اسرتك اللي فيها ممكن زملكاويه، تقول انا النهارده، النهارده ايه؟ ماما امانه ليا اصدقاء كتير اهلاويه في مجلس النواب، قالوا لي لا لا فجر النهارده احنا في المجلس، لا فجر والله الاهلاويه كلهم في الشارع بقالوا، لا فجر يا استاذ مرتضى، ده بيسيئوا لينا. وعشان كده بقول لك ايه، ممكن يكون الحكم ده عامل ده مش عشان الاهلي، عشان هو اخوانجي ارهابي بيقتل ولادنا، تاني بيقتل ولادنا تاني. وبعدين ما تشوفوا الاهلي اخوان الموجودين في الرياضه في كتير ولسه موجودين، مجدي طلبه ده مش اخوانجي، تامر النحازه مش اخوانجي، محمد يوسف ده مش اخوانجي، خلوا دول يا جماعه اخوانجيه، دكتور الفريق النادي الاهلي ده مش اخوانجي، سيد حفيظ ده مش اخوانجي، هو في ايه؟ يعني انت شايف بعينك خلايا قايمه وهتبوظ لك الرياضه كلها. وفي نفس الوقت تاني ان شاء الله بعد ماتش الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي ان شاء الله، وانا قلت هل الظلم التحكيمي اقوى من ربنا؟ هل الاهلي اقوى من ربنا؟ هل الحكام اقوى من ربنا؟ تبقوا كفره بجد على طول. ربنا اقوى من كل العدل، ربنا مش هيرضى بالمهزله دي. ولادي امبارح انا قلت هيصرفوا مكافاه فوز ليه؟ عشان بذلوا كل الجهد وكانوا رجاله في الملعب، 11 لاعب جايين من 48 ساعة بلا نوم، 48 ساعة وافقين عشان الرجالة بيلعبوا كام بقى؟ بيلعبوا 15 لاعب، 11 بتوع المقاولين واخدين راحة 3 أسابيع، 15 11 مقاولين احسب معايا، 11 و3 احتياطي، 3 تغيير، لا يا بيه في 5 في 5 والحكام ثانية واحدة 11، وعندي ولد رفع عصاية يمين وواد رفع عصاية شمال بيبقوا كام؟ 13 وعندي ولد واقف ورا بشورت كده، عيل واقف ورا هنا، واحد هنا، اثنين يبقوا كام؟ كده كام؟ 15، والواد الاخوان جيبوا كام؟ 6 و11، يبقى فريق 11 كان بيلعب 17، انا كنت بلعب 17 لاعب يستاهلوا مكافاه. وبالتالي بقول اهو انا طول النهار بطلبكم كلكم التليفون، كل اتحاد الكوره كله مستخبي مفيش نكر. الوحيد رد عليا مجدي عبد الغني قال لي ثروت سلم، قال لي فعلا انك كلمته قبل الماتش، قلت له الحنفي ده يعني انت قلت له مش عايز الحنفي، قلت له تحديدا بالاسم، ايوه قلت له هيعمل كارثه، يلا حارس هو اولاد اسمه مهلهل مهلهل درخ، قلت له هيعمل كارثه خلاص. فقال لي انا اكلم عصام ورجالي، عصام قال لا 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 الموضوع ده مش هيتم وهنغير الكلام ده كله. فوجئنا بالافندي جاي متاخر، جاي متاخر ليه؟ كنت فين؟ كنت بتخلص ايه؟ ما احنا عايزين نعرف برضه يعني انت راجل، انا راجل جمهور ممكن اروح الماتش ده في اي وقت مظبوط، بروح قبلها بساعه، ده انا قبلها بساعتين. تمام، انت بقى الحكم، انت الحكم دار يا بقى بتاع المكان ده كله، حاجه تقرف وحاجه تكسف. انا مستني النهارده خالد رمضان، اعتقد عامل حلقه ممتازه، واحنا النهارده حتى قلنا مفيش فتره صحفيين، فتره الصحفيين هتبقى بكره، يبقى فيها ان شاء الله استاذ محمود وكل النقاد، عشان بعد ما كانوا النهارده خالد عامل حلقه متميزه، جايب فيديوهات لتاريخ الفجر، تاريخ الفاجر. تمام، عشان بعد كده لما تطلعوا بكره انتوا ان شاء الله يوم الجمعه
بتتكلموا على أرضية أنتوا شفتوها، لأن بعتبركم محامين بترفعوا في قضية، القضية دي عايزة مستندات. المسألة النهاردة مع خالد الندور، بقول لكل جمهور الزمالك المحترم، أقول لكم محترمين، في ما عدا 10,000 عيل صايع تافه ملوش لازمة، الزمالك بيغلب بيفوز بيطقوا، ما فيش حرف ما فيش كلمة، عارف الكتمة، عارف يقول لك إيه، وخد طق الحنك دي تمام. طيب الزمالك بقى يتعادل يا لهوي على الصفحة عليهم هم، انتوا مالكوش لازمة مالكوش قيمة، وعارفين مين بيصرف عليكم، كلنا عارفين مين بيصرف عليكم، كلنا عارفين مين بيصرف عليكم، وزي ما قلت قبل كده انتوا اللي بتشربوا من الخرارة. اما الجمهور المحترم ال 40 مليون اللي هنا وال 200 مليون اللي بره، دول فوق دماغنا، واغضب اغضب من الحكم، ما تغضبش من فريقك، ده فريقك 98 دقيقة 90 وقت بتاعنا و8 او 7 دقايق ما اعرفش كام في منطقة جزاء المقاولين، عمري شفت مقاولين كده، وانا شفت عماد النحاس مره بيعض في شفايفه ومره بيكسر سنانه ومره بيضافره من اللي شايفه، طوفان من الولاد زملكاويه، وان شاء الله باذن الله ولادنا هيكسبوا الماتشين بتوع الاهلي باذن الله بامر الله، وربنا ما بيحبش الظلم. جمهور الزمالك افرح ان عندك فريق محترم. عايز افكرك بس بحاجه واحده، انا دخلت الكونفدراليه وانا مسافر انجولا عندي نقطتين، وكان برضو نفس العيال نفس اللي تاني يا باشا الاخير يا باشا خلاص، وكان عندي حصلت المجموعه وناس اتكلمت كتير عشان تفعيل السفله دول بقى شتيمه وقله ادب وتجرامه على الفريق وعلينا تمام. انا وقفت ورا الاولاد ومجلس الاداره وقف ورا الاولاد والجمهور المحترم وقف ورا الاولاد، انتهت المجموعه انك انت ايه الاول الاول، ولما تو ان شاء الله ربنا يكرمك وتكسب في المغرب وربنا يكرمك وتكسب الهلال في السودان بلد شقيق او تكسب النجم في تونس، المباراه النهائيه في ملعبك، ولو المباراه النهائيه في ملعبك انا بقول لك ان شاء الله الولاد هياخدوا في كونفدراليه نفس القصه، مش عايز الجمهور ييأس. انا داخل الماتش ده انا عندي متفوق على الاهلي بنقطتين تمام، اكسبوا بقوا خمسه، الماتش اللي بعديه ثلاثه بقوا ثمانيه، والاهلي لسه عنده بقى المصري وعنده الاسماعيلي وعنده عنده كتير تمام، بس انا بقول اهو تاني وبعيد اي ماتش النادي الاهلي هيلعبوا حتى مع بهتيم او بشالوش، شفت فجر تحكيمي هفضح الدنيا زي ما هم عملوا. انا كنت لي علاش علاقه بالنادي الاهلي، انا بتكلم على النادي بتاعي، الاخ سعد حفيظ قال لك اختار الحكم ده هات البنا ومش حصل وقت فلان، انت اتدخلت انت اللي بدات، فتحملني يا بيبو. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام يا بيبو؟ ساعتك شغاله دي بملايين 25 مليون، وانت محمد يا يوسف، محمد يوسف اللي ماسك حملة الخطيب أيام الانتخابات، أمه 265 مليون من ترك، 265 مليون من ترك، خلاص أدي واحد. وأنت محمد يا عادل اللي مش لاقي لك شغلة خالص، ما بتشتغلش، صعبان عليا، إخواتك جمال ما شاء الله ومدحت ما شاء الله إنتاج ما شاء الله حاجة جميلة، وأنت قاعد في البيت